في ليبيا كلها. هو أساس لأن هو أصلاً جاهز الموضوع هذا. فوضى في الكاس بتاع هذا كان هذا مركز تدريب يكون تدريب مهني حسب احتياجات سوق العمل، يعني حسب احتياجات ومتطلبات سوق العمل بمدينة جادو والمناطق المجاورة لها. طبعا في السوق العمل يحتاج طبعا سواء في الكهرباء، في الحدادة، في السباكة، في اللحام، في الطاقة الشمسية، في إعداد الطعام، يعني جميع التخصصات اللي يحتاجها سوق العمل في مدينة جادو. طبعا هذه الأقسام بتفعل وفق الاحتياجات بالتنسيق مع مكتب العمل جادو. مكتب عمل جادو هو اللي يعلم عنده خطة تدريبية باحتياجات سوق العمل بوافي الوزارة. الوزارة تعمل على الخطة وتنفذها في هذه المركز بإذن الله تعالى.